وتكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومكان اكتشاف. هنصور النهارده حاجات تحفه جدا ما صورتهاش قبل كده، اول مره اصورها، والاسعار معانا على قد الايد. حبايبي هو لسه كان بيفرش النهارده، بس انا حبيت اصور لكم كل الشغل الجديد ده عشان لو محتاجين اي حاجه تيجي تاخديها على طول قبل ما الاسعار تغلى. استاذ هنا رامي، ازيك يا استاذ رامي؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. استاذ رامي صورنا مع السنه اللي فاتت محلات محمد هاشم معروفه باليافطه، هسيب لكم كل التفاصيل في اول تعليق مثبت. حد محترم جدا، وكل الناس اللي جت اشترت منه السنه اللي فاتت بصراحه يعني شكرت لي في المصداقيه وفي المعامله. ربنا يخليك وتنورونا ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك. واي حد هيجي من طرف طمر حنا هيبقى ليه سعر خاص، يعني سعر خاص، وهيجي ياخد بنفس الاسعار ان شاء الله. خلاص يا حبايبي تعالوا بس قولوا الاستاذ رامي احنا تبع تمر حنا، هتاخدي بنفس اسعار الفيديو وهتاخدي كمان خصومات حلوه، وهنعمل بقى هدايا حلوه للمتابعين باذن الله. اي هديه بسيطه من المحل هتاخديها على المشتريات باذن الله. حبايبي هتيجي كده من عند بوابه المتولي اهو، هتمشي خطوتين اتنين هتلاقي استاذ محمد هاشم، ودي اليافطه اللي بتميز المكان، محلات محمد هاشم اهي اليافطه. هسيب لك رقم التليفون وفي توصيل لكل المحافظات سواء بره مصر او جوه مصر. حبايبي بقى هنبتدي اول حاجه هنا بالستاند الحلو ده، بصوا حجمه قد ايه، شكله تحفه جدا، شكل الجامع. هتدولنا بكام بقى؟ لتمر حنا ب 15 جنيه. لتمر حنا ب 15 جنيه. اللي هيجي يقول لتمر حنا. بصوا حبايبي باسم هنا هو اللي في المكان، اللي هيجي يقول له تبع تمر حنا هتاخديه ب 15 جنيه، حلو قوي وسعره حلو جدا اهو. في منه الفضي. في منه الفضي وفي منه الشكل ده كمان، والشكل الفضي اهو، حلو قوي وسعره حلو، ده كده سعره 15 جنيه بس، بس أهم حاجة لما تيجي قولوا له تبع القناة. حبايبي هنشوف علب المناديل دي، حلوة قوي شكل الخيامية، هي خشب، بكام دي؟ بكام؟ دي ب 25 لتمر حنا. دي ب 25 يا حبايبي، لما تيجوا قولوا له أنا تبع قناة تمر حنا. دي برضو ب 25؟ دي لا دي ب 30 يا تمر حنا. دي ب 30، بصوا حلوة قوي، هو كاتب عليها أهو. بصوا كده أشكال بقى جديدة وجميلة، الخشب بتاعها حلو قوي. شغل النهاردة جديد وحصري، كل حاجة جديدة هصورها لكم النهاردة، ده كده عامل 30 جنيه. بيبي في برضو الشكل الحلو ده، ده ب 30 يا باسم برضو. ده ب 30 القناة، ده برضو ب 30 يا حبايبي، جميل قوي زي البنك اللي احنا شفناه. حبايبي تشكيلة الفوانيس القمر دي تحفة، ده كده أي واحد ليكوا عامل 25 جنيه، الفينش بتاعه حلو قوي كده، الشكل ده جديد السنة دي أول مرة ينزل. طبعا أي واحد في منه أشكال وألوان، يعني كل شكل في منه ألوانه كلها. بصوا كمان الشكل ده أهو حلو قوي، اكتر من اربع اشكال نازلين جداد. في كمان الشكل ده بتاع السنه اللي فاتت، الشكل ده حلو جدا، كل شكل كده هتلاقي منه كل الوانه، ده كده عامل 25 جنيه ليكوا حبايبي. وفي لندن وضيئه من جوه. معانا بقى فوانيس ايكيا كلها الجديده اللي احنا عارفينها، في بقى الوان حلوه قوي اهي لسه نازله، ده كده سعر حصري للقناه 40 جنيه. 40 جنيه يا باسل، 40 جنيه للقناة، 40 جنيه ليكوا يا حبايبي. بصوا كل الوانه بقى تحفه. حبايبي بقى تشكيله الفوانيس الحلوه دي برده كل الوانها موجوده، ده كده كله صاج اهو، شكله حلو قوي والفينش بتاعه عالي جدا، وحجمه كبير على فكره مش صغير، يعني بصوا فرق بين ده وبين ده، حجمه كبير قوي، ده كده عامل 75 جنيه اهو. في منه البنك واللبني، في كل الالوان بتاعته موجوده. حبايبي ده كده ملمسه قطيفه شبه بتاع ايكيا بالظبط، تحفه، وبيتحط له شمعه والباب بتاعه اهو، هوريكم كل الوانه، ده كده عامل 75، ده كده عامل 75 جنيه، كل اشكاله اهي، اشكال جميله والوان تحفه اهو. يعني فوانيس ايكيا معانا النهارده من اول 40 جنيه، تشكيله حلوه قوي. حبايبي هنشوف بقى تشكيله كبيره جدا من اطباق المكسرات بالاشكال الجديده اللي لسه نازله، ده كده شكل اهو الهلال ماسك في النجمه، شكله تحفه جدا، ده سعره 25 جنيه، سعره حلو قوي وعلى قد الايد. وفي كمان معانا الطقم الثلاث قطع ده كده اهو لحبايب تمر حنا، هتاخديه ب 25 جنيه، حلو قوي. في كمان ده برضو، بصوا ده برضو ب 25 يا باسل، بصوا كده الجمال ده ب 30 جنيه، طبعا ده ب 30 جنيه، حلو قوي في شغل حلو. بصوا حبايبي معانا بقى طبق المكسرات ده، شكله حلو جدا، بصوا حجمه كمان قد ايه، حجمه كبير جدا جدا اهو، بصوا شكله تحفه، ومعاه اتنين كوستر شبه الشكل بالظبط اهو،
للسجمان ده كده كله ب55 جنيه، حجمه كبير وسعره حلو قوي. بص بقى الطبق ده قد ايه، جميل جدا. ده برضو شكل تاني ولون تاني حلو قوي، ده كده عامل برضو 55 جنيه اهو، شكله حلو قوي وحجمه كبير بصراحة. بصوا في كمان شكل الكف ده جديد برضو اهو. بصوا كمان الكوسترات على شكل كف، حجمه كبير برضو اهو، الكوسترات نازلة منه على شكل كف، ده برضو عامل 55 جنيه. ده برضو 55 يا باسم، ده برضو 55 جنيه. الاحجام ما شاء الله كبيرة وحلوة قوي. بص نيابة الكوسترات بتاعتها بكام دي؟ بصوا حبايبي ده كده عامل 80 جنيه بالاتنين كوستر، شكله حلو قوي. وفي معانا كمان الطابلو ده، دلايات كده بتتعلق تحت بعضها، ده عامل 40 جنيه اهو، حلو قوي. في منه برضو اشكال كتير، بصوا في الشكل ده كده في منه كذا شكل، ده كده سعره 40 جنيه حبايبي، جميل قوي. بقى عربيه المناديل دي على شكل اتوبيس، تحفه جدا اهي، حاجات كده مش موجوده في اي مكان ولا موجوده في حي الخياميه كله. بصوا الجمال ده، الشغل ده شغلهم هم، دي كده عامله 50 جنيه بس بصراحه تستاهل، حجمها كبير وشكلها تحفه جدا اهي، شكلها حلو قوي، مش عارفه شبه اتوبيس ولا شبه مترو بس جميله بصراحه. دي كده عامله 50 جنيه. بصوا حبايبي دي اشكال تانيه برده من علبه المناديل، ام 30 جنيه اشكالها برده حلوه قوي اهي. وفي كمان معانا علقه المفاتيح دي عامله 30 جنيه برده، حجمها كبير وحلوه جدا. في برده منها اللون الحلو ده، في منها بقى كل حاجه لما تيجي هتلاقي منها الوان. ودي تشكيله كبيره من عربيات الفول اهي، شويه شغل بصراحه حلوين قوي. برده معانا ده حلو قوي، شكل علبه مناديل تقريبا برده بس ليها كده شكل جديد، دي كده عامله 40 جنيه بس، جميله. هي دي علبه مناديل؟ لا ده طابلو كده بيتحط، ده طابلو كده ديكور. بصوا في منه بقى طوح الوان حلوه قوي اهي، ده كده عامل 40 جنيه، جميل قوي بصراحه. بصوا حبايبي بقى الكوسترات الحلوه دي، حجمها كبير على فكره، والشكل ده لسه نازل جديد. بصوا الكوستر بتاعها كبير اهو، ياخد بقى كوبايتين او هنا تمر وهنا كوبايه عصير، ده كده سعره 15 جنيه كل الاشخاص الرمضانيه موجوده منه. حبايبي معانا بقى المفرش ده، تحفه جدا اهو، هوريكم كل اشكاله. ده عليه عرض النهارده لحبايب تمر حنه، ده بكام يا استاذ رامي؟ ده عامل 60 جنيه. ده 60 جنيه؟ بصوا حبايبي اللي هيجي من تبع القناه هياخده ب 60 جنيه بس، سعره حلو وكل اشكاله جميله، في طبعا منه كل الاشخاص الرمضانيه. بصوا كمان الشكل اللي تحت ده، اشكال بقى كلها جديده ولسه نازله، المحل لسه فارش النهارده، انا جيت اصور لكم عشان تلحقوا كده لو محتاجين اي حاجه قبل ما الاسعار تغلى، عنده شغل حلو قوي بصراحه. بصوا حبايبي كده المشمع الحلو ده لسه نازل جديد حصري، المحل هنا حلو قوي. بصوا كده دي اشكاله الجديده اللي لسه نازله، اشكال بقى والوان كتيره جدا، اي متر عامل 35 جنيه اهو، على فكره هو تقيل مش خفيف اهو. بصوا تحفه، ده تقدر تطلعي عليه اطباق يعني فيها اكل سخنه، مش طواجن ولا الكلام ده، بس بصراحه الشكل ده تحفه قوي، واللي فوقيه برده الوان بقى، اي متر كده عامل 35 جنيه، جميل جدا وهادي كده وشكله شيك. حبايبي المفرش التحفه ده شكله تحفه جدا، وده قطيفه زبده، ده كده عامل 120 جنيه اهو، اللي جه حبايبي قول له تبع القناه عشان تاخده بنفس اسعار الفيديو. هوريكم بقى دلوقتي كل اشكاله، ده كده اي واحد عامل 35 جنيه. بصوا الالوان عامله ازاي، نفس المفارش والستاير القطيفه بالظبط، اشكال بصراحه حلوه واشكال جديده والخامه حلوه جدا. كمان الشكل ده اهو، في بقى اشكال كتير، في كمان الشكل الحلو ده، اي واحد عامل 35 جنيه. بصوا الجمال ده شكله حلو قوي، حلو جدا، اي واحد عامل 35 جنيه حبايبي. بصوا حبايبي معانا المفرش الجديد ده، ده كده عباره عن رنن اهو، ده كده متر ونص، تحفه جدا، ياخد بقى السفره كلها ومعاه كمان 2 كوشن. بصوا الجمال ده، ده قماش دك، شكله جديد، الشغل النهارده معانا جديد وحصري، حلو قوي. بصوا حبايبي الطقم ده كله كده عامل 200 جنيه، طبعا سعره حلو قوي، وهتيجوا تشوفوا الشغل بتاعه مش موجود في اي مكان، حلو قوي. في منه بقى اللون ده، بصوا كده نفس الشكل بس اللون اللي هو البيج ده، بصراحة برضو شكله شيك قوي، ده كده اي واحد عامل 200 جنيه 3 قطع، جميل بصراحة. حبايبي المفرش ده دك برضو تحفة جدا حبايبي، ده كده مقاسه 2 متر اهو، حجمه كبير جدا، وقماش اللي هو الدك والفينش بتاعه روعة، والوان بقى منه كتيرة جدا، ده كده عامل 200 جنيه. في منه الوان كتير، في منه كل الالوان هتيجي تلاقيها موجودة.
بصوا حبايبي المفرش ده شكله تحفه جدا اهو، وحاجه جديده السنه دي. ده متر ونص في متر ونص، قماش دك ب 200 جنيه ب 220 جنيه، حلو قوي. وفي منه طبعا الوان، معانا بقى القماش ده بكل اشكاله، حلو قوي. ينفع تعمليه بيضات للانتريه، بيضات للركنه، تعملي بيه اي افكار حلوه في البيت. ده كده المتر عامل 45 جنيه حبايبي. معانا برده تشكيله كبيره جدا من القماش السيناوي والاشكال الجديده اللي فوق دي، حلو قوي برده. ده كده اي متر عامل 45 جنيه، شويه حاجات حلوه بصراحه. في معانا الطبل اهي، الطبله بالعصايه عامله 20 جنيه، اي طبله كده بالعصايه ب 20 جنيه. وفي الطقم ده المنتشر اهو، ده عامل 40 جنيه بكل اشكاله، في اشكال منه كتيره جدا. حبايبي المكان ما شاء الله، تعالوا على طول لو محتاجين اي حاجه قبل ما الاسعار تغلى والحاجه تخلص. عنده شويه شغل بصراحه حلوين قوي حبايبي. دي اليافطه اللي بتميز المكان اهي، محلات محمد هاشم قدامه على طول باب زقاق المسك اهو، ده كده الباب قدام المحل عشان ما تتلخبطوش، عشان في محلين تانيين بنفس الاسم. المحل اهو حلو قوي، هتيجي كده من على ايدك اليمين، هو حوالي 10 محل عنده بقى حاجات حلوه قوي زي ما شفنا كده، والاسعار جميله وعلى قد الايد. ما تنسيش بقى تمر حنه باللايك والاشتراك، طبعا مستنيه رايكم.